للأسبوع العاشر على التوالي تتواصل الاحتجاجات في الجزائر، حيث خرج اليوم آلاف الطلبة في مسيرات سلمية حاشدة في أغلب المدن الجزائرية مطالبين برحيل جميع رموز النظام السابق ومنددين بالوضع الحالي الذي تعيشه البلاد في الوقت الذي تشهد فيه الكثير من الجامعات الجزائرية إضرابات في الدراسة وسط إجراءات أمنية مشددة. مثل اليوم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي محمد بالعاصمة في قضايا تبديد المال العام، واحتشد مواطنون أمام المحكمة حاملين شعارات تدين الوزير الأول أحمد أويحيى وتطالب بمحاكمة جميع رموز النظام السابق أو ما يعرف بمحاكمة العصابة التي كانت تحكم البلاد وعلى رأسها شقيق الرئيس المستقيل. تأتي هذه المحاكمات في إطار حملة محاربة الفساد التي أطلقها الفريق قايد صالح نائب وزير الدفاع ورئيس الأركان، التي مست العديد من كبار رجال الأعمال والسياسة ولم تستثني حتى كبار ضباط الجيش ومصالح الأمن، كما الوفي الإخبارية الجزائر.